فاحنا عاملين التحدي النهارده لاحسن شخص او افضل شخص اكيل هيقدر ان هو يقدر يخلص التورته دي كلها لوحده. لا انا قلت استحاله ان حد يخلصه بصراحه، يعني هو السندوتش حتى انا باكله يعني يكفي اربع افراد. حلو قوي يعني، ولو ثلاثه وحوش ممكن يخلصوه. اول السندوتش ده ان احنا اول ناس نعمل سندوتش برجر عباره عن 1 كيلو جرام بقى بالعيش او بالصوصات والحاجه اللي محطوط عليه بيعدي الكيلو ونص، فلقينا ان دي طريقه كويسه جدا وفعلا جابت معانا اقبال كويس جدا سواء على السوشيال ميديا او في الاوفلاين في ارض الواقع في المطاعم في الفروع بتاعتنا.